احتضنت الإقامة الجامعية بالجلفة مائدة إفطار جماعي جمعت بين الطلبة الجزائريين والأجانب أيضا وسط أجواء حميمية صنعها الطلبة لتعويض غياب الدفء العائلي خلال أيام هذا الشهر الفضيل. التغطية كانت لمراسلنا زكريا مدح. الجو كما لاحظتم فجو عائلي، نقولوا الجامعة جمع الناس كل واقفين. اليوم تزامنت الافطار الجامعي هذا مع زيارة لجنة، والحمد لله فات الزيارة على احسن ما يكون، والخدمات المقدمة للطلبة غنية عن كل تعريف من اول رمضان الى غاية اليوم هذا، ان شاء الله النهار الاخر تاع رمضان ان شاء الله. Nous tenons à remercier le gouvernement algérien au nom de tous les étudiants étrangers ici à Jelfa. Bon, en ce qui concerne le début jusqu'à maintenant, concernant le ramadan, tout se passe à merveille. حاسين رواحنا هنا في ديارنا، نفطروا في ديارنا والحمد لله، كلي رانا مع عائلتنا، مالقري بعد عليهم 600 كيلو ولا 700 ساعه نشوفوا في رواحنا رانا كي مع عائلتنا. نزل المنتخبون بكافه توجهاتهم، حزب جبهه التحرير الوطني ومنتخبو تاج وكذا منتخبو حركه مجتمع سلم بالمجلس الولائي، فكنا جميعا حتى نساند الطلبه، نقف معهم، نعيش معهم الجو الرمضاني العائلي.